طبعا اخوان اليوم كنت بحلي دام في مباراه زي كذا، كنت بخلي القهوه والحلا من محل سويت تيلي حق يا رب ان نطقت اسمه صح، جلست ساعتين قاعد احاول انطق اسمه صح للشيف منى حق التوب شيف كلنا نعرفه. طلبت من عنده المنقر، طلبت من عنده ايش اسمه هذا، اتوقع كيكة عسل، فقلت بجرب المنقر معكم. كيكة المانجا تشوفون مغرقة مانجا، شوف جرب. صراحة طعم المانجا ما احسه معلب، عرفتوا؟ احس المانجا كذا كانه طالع من، تعرفون المانجا الطبيعية اللي تجيكم تقطعونها في البيت، مو باللي تجيكم حق الفريزر، تحسون هذا طالع من شجرة توها شايف الحياة كذا المانجا وقالت خلاص يلا عرفوا الوصف، فهمتوا الوصف؟ انا اعرف الوصف صراحة. في عندكم هذه اتوقع كيكة عسل، خلينا نجرب والله شكله يفتح النفس. ول 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 يا ربع صراحة والله طعم شوي والله لذيذ صراحة. تحسون كذا حق ناس صار من فترة طويلة ما شفتوهم وتقابلون كذا الربع تحسون كذا بحب، عرفتوا؟ تحسون كذا أول ما تنزل الرواتب، تحسون كذا نومة حلوة بعد تعب، أشياء حلوة. قاعد آكل سلطة عشان الضمير بعد ايوه شباب، قاعد اكل سلطة عشان الضمير بعد التفحيط اللي صار هنا تشوفون. يلا ان شاء الله السلطة هذه تنقذ الوضع باذن الله ان شاء الله. يلا وهو الفكرة جامدة صراحة، أنا والله ودي أطبقها في زواجي بس أخاف نص الزفة يصير ندار الطبيعة. أنا في هذه اللحظة شو والله صراحة أنا أفكر صراحة نزف أنا وزوجتي على الحصان في نص الزفة، أخاف الحصان يهج معانا فوق الطاولة فوق المحاسيب الحصان مو قاعد يوقف، فأخاف إنه يفصل والله. أفكر والله لا شوف والله ودي أزف على فيل ندعس المعازيم وندعس يعني السالفة للبيع. كيف انا من اليوم قاعد اشرح واتكلم وانا مكهور؟ حسبي ان شاء الله ان شاء الله ذوق اللي ذوقه. عبد الرحمن ليه النهار احد عليك ليه النهار؟ شخصية قوية وسيم ولبق لا وفكر لا لا مو نفس ما تفكر لا صدقني هذا كيف وانت ايش تبغون هنا؟ لا لا دارين عرفنا المحل اللي تشتري المشكلة كان في حبة واحدة بس. ادي شباب اللي يسأل عن كشخة العيال تراهم يتجمعون جمعوا بالصدفة هنا ترى دائما العيال يلبسون من هذا المحلات والله تعال نيف كيف تكلمت انت كذا؟ وش كوري لعبة الكوري حبيبي والله قولها بالله قولي وش؟ مصدومين العيال دمرتهم بالكوري والله قاعد يتكلم يا باي وربك قاعد يسوي كوري قولك طيب سريلانكي والله كوري قول الكلمة يا ما كنت قصاي هذا كوري يا سكورة احتاج الانقاذ احتاج الانقاذ على شارع شونغ وانغ شونغ كونغ ما يشغلوا سيارات على شارع شونغ وانغ شونغ سيتر سيتر
قصير القامة يعني مليان شوية، راسه كبير ويعني أذون ثعلب يسمع كل عدد شباب. جلت فيفا شوي بس يعني أنا معك قبل في تيمك ما ليش والله سوري نجلدهم نجلدهم تو بدري الدوامات. أما ما اتفقنا إن إحنا لا أنا مو معتز خلاص انتهى النقاش تعجب. أوكي يلا طبعا احنا نلعب هذا الشاشة الربع عبد الرحمن بالله ما شاء الله تبارك الله أتوقع بلعب كذا سبايكي ما يحتاج أنا وياك اليد ما تشتغل يا أخي سبايكي تدري إن العمى ثلاثة أنواع عمى القلب وعمى البصيرة عمى ايش عمى بشكلك